ورجعنا من جديد مع أفنان وحابين كمان نعصر في الأسئلة. أفنان، إيش هي النواقص والاحتياجات اللي أنتوا تطمحوا كمؤسسة أو كشركة أنكم توصلوا لها؟ أوكي، إحنا نطمح نوصل للجهات الخيرية أكثر شيء، لأنه هي أكثر يعني أكثر جهة بتقدر تساعدنا نوصل للفئات اللي إحنا نتوجه لها. زي في أحد معين؟ أي جهة خيرية، يعني بدون ذكر أسماء، أي جهة خيرية، جمعيات يعني؟ أي جمعيات خيرية تصير تقدر تعطينا مثلا الداتا بيس اللي عندها عشان إحنا نقدر نوصل لهذه الأشخاص. أيوه نقدر نوصل. بس حتساعدوهم ببلاش؟ اكيد. يعني زهم احنا عندنا اخصائيين يشتغلون فور فري ترى، يعني حلو. عندنا اخصائيين يشتغلون متطوعين اكثر. ايوه فاي، وفي اخصائيين يقولون احنا ما نستلم الحاله الا بعد ما نروح مثلا جلسه جلستين نشيك على الحاله. ايش التخصصات اللي عندكم؟ خلينا نعد. اوكي، عندنا جميع انواع الاعاقات الذهنيه والجسديه. ممتاز. عندنا اخصائيين علاج طبيعي وعلاج وظيفي، عندنا توحد، صعوبات تعلم، تغذيه. لا تغذيه ما عندنا، اذا واحده سمنت زي كذا شويه. عندنا تغذيه بس لازم يعني مع الطفل اللي حيروحون عليه على الاقل يكون عندهم خلفيات شويه. شوفي، هم كلهم للجلسين للسترز. شوفي، اللي يكون احنا نطلع ستر على قولتك او الجليس للحاله اللي هو فيها. مثلا عندي انا مثلا طفل توحد، دارس الحاله. ايوه، اطلع له اخصائي توحد، ما اطلع له مثلا اي اخصائي او انه اسمه جليس، لا، اخصائي توحد يطلع يبقى معه ويقدم له جلسات علاجيه. عندنا زي ما قلت لك صعوبات تربوي ولا اخصائي؟ عفوا، لا، اخصائي وعنده رخصه، عنده رخصه عمل كمان. احنا ما نوظف احد الا بعد ما نعمل له مقابلات شخصيه نتاكد من انه الرخصه ساريه. يعني وظيفه رسميه هو ماخذها او بارت تايم او كيف؟ تقريبا، وهو بارت تايم على حسب هو ما يبغى. يعني هو يجيه الموعد على ايميله، يعني هو البيشن يحجز من خلال الموقع، يجيه الموعد دايركت عند الاخصائي. خليني افهم، يعني انت عندك داتا فيها كل الاخصائيين تخصصات مختلفه؟ بالضبط. عندك داتا فيها كل المرضى البيشنتس بامراضهم او احتياجاتهم؟ هو زي ما قلت لك صلة وصل تقريبا. أوكي. يدخل البيشنت يختار الاخصائي اللي هو يبغاه، التخصص اللي هو يبغاه. ممتاز. ويحجز عنده موعد من خلال الموقع، الموعد يجي للاخصائي دايركت على الايميل. يعني عنده حلقه الوصل بين المريض وبين الاخصائي. بالضبط، احنا حلقه وصل بالضبط بينهم، ويشتغل يصير خلاص يصير خلاص يصير بينهم تواصل دايركت، ويروحون دايركت، يعني يروح الاخصائي دايركت للمريض ويروح يعالجه دايركت، واساسا حتى يجيه اللوكيشن ويجيه كل شيء دايركت على طول. طيب سؤال سريع يعني للتذكير، انتم فقط توفروا جليس او جليسه للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه غير كده؟ مش ناني؟ مش ناني، لا ابدا، مو شغالين ناني. احنا زي ما قلت لك ذوي الاحتياجات الخاصه، ونرسل يعني نفس التخصص، يعني نفس المريض نفس الحاله اللي عنده نرسل له تخصص نفس الحاله. بالضبط، يعني وحتى يعني البيشنت يقدر يختار انه هو يقول والله انا مثلا ابغى هذه الحاله بالضبط، ابغى حتى يقدر يختار اليوم ويقدر يختار الوقت اللي هو يبغاه ويروح له بنفس الوقت اللي هو يبغاه. اصعب الحالات اللي واجهتكم افنان؟ التوحد. أطفال التوحد. ليش؟ ايش الحاله اللي مثلا شفتيها وانت كمؤسسه واحده من المؤسسات حسيتي انها ممكن اثرت عليكم؟ حالات التوحد صعبة التعامل معها. حتى الأخصائيين إنه يعانون فيها شوية، لأنه ما في تواصل مع طفل التوحد. صعب التواصل مع طفل التوحد. هذا هو. طيب والحالات الإنسانية، يعني اللي أنا بتكلم على العلاقة الإنسانية اللي تنشأ بين الأخصائي واللي بيعاني من المريض وزي كذا، يعني هذه الحالات تطلع اكيد كثير. في حالات انه صرتوا اصحاب او انه صارت بيناتكم علاقات، هذه تطلع اي مع جلساء كبار السن. يعني حتى الاخصائيين يصيرون يدقون علينا كيفهم وش اخبارهم، ايش الجديد عندهم. اي يعني بالذات اذا تعلق كبير سن بنوع من انواع الاخصائيين تلقاه ما شاء الله تشوفين الطلبات عنده يوميا الطلبات عنده، انه خلاص يبغى هذا الشخص دائما يصير عنده. طب ما يسجل عندكم كبار السن، اهل كبار السن نفسهم مثلا، اولياء امورهم، يصير عياله، يصير بنت اخته، يصير اخوه، زي كذا. حلو. طب ما جاكي مره مثلا ارسلت اخصائي مختلف مثلا لاحدى كبار السن اللي دائما يتعاملوا معاكي، ولا والا والا ما ابغاه يطلع برا وجيبوا لي صاحب اللي كان يجي اول زي كذا عشان ما نخسر عملائنا، فعشان ما قد صارت معاك؟ لا ما قد صارت. يعني تبنون علاقه، فخلاص اللي بدا مع مريض معين او كبير في سن معين يكمل تقريبا معه. اساسا نفس العائله نفسهم هم يصيرون يختارونه ويختارون يحجزون معه باكج، يصير مثلا يحجزون اسبوع كامل قدام. وتثقون في جميع الاخصائيين مثلا اللي انتم تاخذوهم وتسووا معاهم الانترفيو؟ نقول ان شاء الله، احنا بيننا كونتراكت، بيننا عقود صارمه جدا، فنقول ان شاء الله انه في يعني في شروط جزائيه في حال تم التعدي او شيء. اكيد في شروط جزائيه في كل شيء، بعدين شبابنا فيهم خير، وكل اللي مشتركين معنا وكل اللي شغالين معنا كلهم شباب، يعني ما في واحد عمره فوق ال 32 و33 سنه، كلهم شباب، فكلهم اساسا يعني يروحون يعني هم حابين الشغل. المفروض ما في احد دحين مثلا يخاف، احس بالعكس انه في امان كفايه ممكن يتواصلوا مع شركه رواند في حال كانوا حابين يكون في جليس مع ذوي احتياجات خاصه او مع كبير سن. اكيد ناس أكيد ما تخاف. اكيد نطلع من منطقه الرياض، هل انتم خايفين
خارجين إلى منطقة الرياض؟ إن شاء الله حاليا في فكرة توسع إن شاء الله رح يصير في اشتراكات مع جمعيات خيرية خارج الرياض عشان نقدر نتوسع، نقدر نفتح لنا مثلا مكتب خارج الرياض، نقدر نفتح لنا نتوسع ويصير لنا مكان أو يعني مركز معين برا الرياض علشان يصير في كل منطقة يصير لنا. أنتم بنات جامعة صح؟ إحنا حاليا بنات جامعة. كمان حتختارون من خارج منطقة الرياض بنات جامعة يكونون يعني شباب صغار في السن؟ مو مهم يكونون بنات جامعة كثر ما يهم إنهم يكونون شغالين ويكونون لسه شباب بأعمارنا يعني. في أي جامعة دارسين أنتم؟ إحنا كلنا بنات جامعة الأميرة نورة تحت إسم جامعة الأميرة نورة. ما تفكروا أنكم أنتم الآن محددين فئة بس ذوي الاحتياجات الخاصة، ما تفكروا أنكم تكبروا نفسكم تطوروا نفسكم تشمل فئات أخرى أو ناس عاديين مثلاً إنه زي الأطفال مثلاً؟ يعني في ناني مثلاً حسب الفلوس إذا كبروا. لا لا ما نتوقع حسب الفلوس، لا مو كذا. لا إحنا هذه الفئة زي ما قلت لكم في البداية لأنها فئة ما عليها تسليط ضوء من اول، صحيح. فنكون احنا الجهه اللي تحاول انها تسلط عليهم الضوء وتسوي عليهم فوكس. بس افنان في جمعيات، في جمعيه مثلا المعوقين ممتازه وفري اكتف، طيب. حيل نشيطين في أوكي. السوق. السرعه اللي عليها كم؟ كثير. السرعه اللي كم يقعد السرعه مده الطفل الواحد في السرعه اللي يدخل، صحيح؟ طيب احنا نوفر لك الاخصائي اللي بتدخلين في هذه الجمعيه يجي الى عندك في البيت، احنا نوفر لك مراكز علاجيه كمان ونوفر لك فيها خصومات هذه المراكز العلاجيه. في تعاونكم بينكم؟ اي في تعاون بيننا وبين جمعيات المعاقين، لا لكن مراكز علاجيه سواء علاج طبيعي وزي كذا اي في تعاونات بيننا. ينقصكم كوادر افنان؟ كوادر لا، يعني احنا ما شاء الله 14 بنت ككادر داخل الشركه وكذا لا، لكن كاخصائيين يشتغلون معنا اي، لانه بالذات يعني كادر البنات. طبي كادر طبي بالضبط. بالذات البنات صعب جدا انه البنات يوافقون، بالذات تعرفين فكره انه البنت تنزل الاخصائيه تنزل حاجه زي كذا، فاحنا خلاص سوينا حاجه انه اوكي البنت ما تبي تنزل لكن تستقبل في بيتها، لكن في شروط، مثلا البيت يكون مهيئ، الاهالي عادي عندهم انه مثلا يرسلون الطفل عندهم او كبير السن يطلع معهم، او انهم يطلعون خارج المنزل، يعني مثلا اذا كان جليس او تجلس مع كبير سن عادي تمرها وتطلعها برا. طيب افنان طبعا الان وزاره الصحه ماشيه على خط انه العنايه المنزليه وهذا طبعا نشرتها كثقافه بين المستشفيات، وتفرض الان انه كثير من المرضى اللي ما يحتاجون وجود داخل المستشفى لسلامتهم من امراض اكيد فتحولهم على البيوت، هل في تعاون مثلا بينكم بين بعض المستشفيات؟ احنا حاليا كمستشفيات كمستشفى كذا لا، لكن احنا حاليا ليش قاعدين نبغى نحاول نوصل للحكومه لوزاره الصحه؟ يعني احنا حاليا نبغى نطبق هذا الشيء على كافه المستشفيات وعلى كافه المراكز، حابين انه هذه قاعده البيانات اللي عندنا، احنا عندنا قاعده بيانات كبيره ومليانه، حابين انه ندعمها يعني نعممها على كافه المستشفيات على وزاره الصحه، فهذه احد المشاكل اللي واجهتنا احنا قادرين نوصل لوزاره الصحه. طب في افنان شكاوى مثلا قدمت لكم من الاهالي؟ يعني مثلا ابني مثلا جاني بعد ما خرج راح عند الأخصائية مثلا متضايق يبكي كثير، يعني مثلا جاتكم واجهتكم صعوبات زي كده؟ لا صراحة كذا يعني مو عشان أنا شريكتي بقول أمدح يعني. لا صدق عشان مو عشان أنا شريكتي أنه أنا ممكن أمدح لا، لكن الحمد لله الشكاوي زي كذا لا، والله الحمد لله ما في أي نوع من أنواع الشكاوي زي كذا، يمكن انه الاخصائي تاخر عليهم ساعه زي كذا بس الاشياء زحمه الرياض يعني صح صح زحمه الرياض يعني كيف اصلا انك انت فكرتي في مشروع خيري وانساني زي كذا، يعني هذا بحد ذاته صراحه شيء تشكري عليه انت وزميلاتك اللي معاكي. بس ابغى اسالك كمان سؤال، انه دحين الاخصائي لما بيروح للبيت اللي مثلا اللي فيه كبير السن او المعاق الطفل او شيء وشاف عليه اثار عنف، شاف على هذا اثره، هل ممكن في اجراءات يتخذها بانه يبلغ انه في حاجه غلط في البيت ده؟ اكيد اكيد يقدر يبلغ. حلو. اكيد اكيد لما يشوف في اي حاجه زي كذا، احنا اولا وثانيا واخيرا همنا مصلحه ذوي الاحتياجات الخاصه في حد ذاته، يبلغكم انتم اولا ثم اكيد هو التواصل دايركت معنا، التواصل مباشره راح يكون معنا، فبعدين احنا نشوف انه وش البروسيس اللي بنسويها، لكن انه حمايه الطفل حمايه ذوي الاحتياجات الخاصه اكيد هذه اولى اولوياتنا يعني. حلو. جاكم اي شكاوي الى الان كتبليغ لحالات من مختصين عندكم انه والله انا في البيت الفلاني شفت طفل قد يكون يعني تعرض الى لا نوع زي كذا؟ لا انه مثلا يقول مثلا شوف عدم اهتمام عنف يعني ما نكون لا لا العام. احنا وصلنا مثلا انه اخصائي اعاقه ذهنيه يقول هو الولد في ضمور مثلا في العضلات، ترى يحتاج علاج وظيفي، ترى مهمل يعني ممكن يكون من ايوه اهله اي زي كذا، هذا اللي وصلنا، لكن انه عنف وزي كذا لا الحمد لله. المريض يحتاج لاكثر من اخصائي، يعني ممكن ياخذ اوكيبيشنال ثيرابي او اخصائي وظيفي واخصائي علاج طبيعي واخصائي ايوه يقدر نفس المريض ياخد. يعني تسوي له باكج كامل؟ ايوه نسوي له زي الباكج كامل مع مجموعه اخصائيين. ايش انواع الباكجز اللي عندكم؟ احنا ما عندنا انه سبيسيفيك ثينجز يعني سبيسيفيك باكجز، لا هو زي ما يبغى نفس الاحتياج نسوي له باكج على الاحتياج اللي هو عنده. ما شاء الله معروف عليكم دائما الاخصائيين الاجتماعيين خصوصا خريجين جامعه الاميره نوره بالاخصائيه الاجتماعيه، الاخصائيات الاجتماعيات سواء كانوا يعني
ما شاء الله متخرجين دحين او من اول او ما زالوا طلبة، معروفين دائما دائما بالمثابرة والجهد والجد بصراحة اللي بيعطوه وبيحاولوا يبذلوه عشان هم يوصلوا اللي يبغوه ويطبقوا دراستهم، لانه الى الان ما زال دور الاخصائي الاجتماعي شوية صح؟ شوية ايوه صح. دراسات تسوون دراسات؟ احنا سوينا دراسات قبل لا نبدا في المشروع اكيد، قبل لا نفتح الشركه. ما بعد المشروع على الحالات اللي تجيكم في دراسات التوسع حاليا، الحين شغالين على دراسات التوسع. لا قصدي على المرضى نفسهم غير كبزنس. كقبل وبعد لا، لكن احنا قاعدين الحين شغالين على دراسه انه ايش نضيف خدمات او ايش الحالات اللي احنا ما غطيناها ونبغى نغطيها زياده. فهذه نوع الدراسات، انه احنا كيف نضيف وكيف نوسع. حلو، ثانيين بمعنى الكلمة. جميل، موفقين إن شاء الله. أهم شيء تفضل العلاقات الإنسانية، هذا أهم شيء في النهاية. أكيد أكيد، هي أساسا كانت السبب اللي خلاني أفتح. أفنان العمري مديرة تطوير منصة رواندا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، شكرا على تواجدك معنا. شكرا، حياكم الله. شكرا لسيدتي. مشاهدينا فقراتنا مستمرة، انتظرونا بعد الفاصل.